جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل يريد الزواج من امرأة ووافقت والدتها، ولكن الأب لم يوافق، هل يتزوجها علما بأنه سوف يعيش في منزل أبيه وأمه؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت هذه المرأة فيها خلل في دينها أو خلقها فإنه لا يتزوجها لما يلحق من الضرر به خاصة وبوالديه. أما إذا كانت مستقيمة وكانت نزيهة العرض والعفة فلا بأس أن يتزوجها، وبإمكانه أن يقنع والديه وأن يصلح ما علق بأذهانهما من إساءة الظن بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت والدته موافقة والأب غير موافق، من يقدم يا شيخ صالح؟ هو كما ذكرنا من التفصيل، نعم، يرجع إلى حالة المرأة التي يريد الزواج بها. نعم. جزاكم الله خيرا.